يعني انا ودي يعني ودي 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 اسال جدي ليه هو سكن هنا، يعني ودي كذا سؤال. ابوي يعني ما له ذنب انه سكن هنا، يعني جدي هو يعني جدي ليه سكن هنا؟ يعني جدي ما سكننا اراضي هنا احنا كلبتون سكوك. يعني ما الله يرحم جدي ويغفر له، يا الله يا رب انك توسع قبر جدي. جدي ما سكننا اراضي هنا، يا كبره كبره راضي كذا جدي، انا جدي كذا اراضي كبير. بس يعني لو اراضي هذه مسكها جدي، جدي هذا لو مسكها في الرياض كان هذا الحين صديق الراجعي. بس جدي مسك اراضي يعني في وادي بدون صك. اذا عادي تبون تسوون نيزاله تعالوا خذوها سووا النزاله، احنا ما عندنا شيء، ما عندنا شيء نخسره. كل يوم احنا نحرج عليه انا وعيال عمي، ونتخانقون وعيال عمي ذول، وعيال عمي ذول يتخانقون هنا، وانا اتفق انا وعيال عمي ذول، وعيال عمي الثانيين يختلفون معنا، ونروح نبي نرضي عيال عمي، يطلع عنا وريث 15 منكم يصيح من فوق الجدار، واسال عيال عمي يا عيال ذا من هو؟ قال هذا تعال يا فلان خذ قطعه صغيره بس اسكت. ايش ويا الله ويا الله ويا الله، وانت جمع 93,000 وريث ورثه يعني، عرفت؟ في النهايه يجي اللي بيشتري، لا جاي بيشتري ان احنا 30 كذا متكين. قال وش هذا ايش يبون؟ قلنا ورثه. قال السلام عليكم انا ما اشتري شيء حق ورثه. يروح شفت هذا صدق جدي ماسك هنا ارض في وادي، جدي ما ادري ليه مسكها، ما ادري ليه. بس تصدق لو الارض اللي هذه حق جدي لو انها في الرياض، تصدق اني انا الحين مع عجلان العجلان امشي كذا.